أهم القرارات التي اتخذتها اللجنة الاقتصادية التي ترأس اجتماعها فخامة رئيس الجمهورية: وقف استيراد السلع الكمالية مؤقتاً كالسيارات وما شابهها، وتكليف كل من وزارتي المالية والصناعة والتجارة بإعداد قائمة الكماليات الممنوعة من الاستيراد وتعميمها وإعلانها، إغلاق جميع محلات الصرافة غير المرخصة، وربط جميع شركات ومحلات الصرافة المرخصة بنظام الرقابة في البنك المركزي، زيادة الإنتاج النفطي في حقول المسيلة بحضرموت وضمان تصدير نفط محافظة شبوة، منع خروج العملات الأجنبية من جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية إلا بتصريح رسمي من البنك، وعلى وزارة المالية ومصلحة الجمارك مخاطبة الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بالمنع. يضع البنك المركزي آليات تضمن نقل السيولة من العملة الصعبة وتعزيز حساباته في الخارج في أقرب فرصة، وبما يخدم الاقتصاد الوطني ويخفف من المخاطر التي تتعرض لها البنوك بالتنسيق مع الدول الشقيقة. البدء بإجراءات عاجلة لتصدير الغاز كخطوة أولى للوصول إلى تصدير كامل للإنتاج الغازي والنفطي في البلاد. زيادة المرتبات في القطاع المدني بما في ذلك مرتبات المتقاعدين والمتعاقدين بنسبة 30% لما دون الوكيل المساعد، ولا تشمل الزيادة مرتبات السلطات العليا ابتداء من سبتمبر 2018. منع المؤسسات الحكومية من التعامل مع سوق العملات الأجنبية دون ترخيص من المالية والبنك المركزي. تكليف وزارة الداخلية ووزارة المالية والبنك المركزي والنيابة العامة باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتطبيق القرار. تكليف وزارة المالية والبنك المركزي بالجلوس مع البنوك التجارية وشركات الصرافة المرخص لها للبحث في قواعد آمنة تضمن استقراراً في سوق الصرافة. تكليف وزارة التجارة والصناعة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتلاعبين بأسعار السلع. وبحسب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية تظل الحكومة واللجنة الاقتصادية في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ الإجراءات أعلاه وتقييم نتائجها ووضع مزيد من الحلول للمعالجات الاقتصادية والتخفيف من معاناة المواطن اليمني.